السلام عليكم، معكم حنان السبتي، عضوة في جمعية ديال بيكا سبور فاميلي. وخرجنا ان شاء الله بينا يعني كاعضاء ديال هذه المجموعه هذه، كنتفكروا هاد الناس هادو اللي جالسين في العراء، سواء كانوا من اطفال صغار ولا نساء ولا رجال، وغادي ندوروا ان شاء الله عليهم باش غادي نتفكروا الاحوال ديالهم. انتم عارفين على ان كل مدينه في المغرب الا فيها هذه الظاهره هذه، ولكن في مدينه طنجه هذه الظاهره هذه كتعرفوا واحد الاتساع كبير بزاف، نظرا لان طنجه هي مدينه اللي عبور الى المنطقه اوروبا ولا الى اسبانيا. دونك هاد المدينه هذه توسعت فيها هاد الظاهره هذه، وبغينا نتفكروا هاد الناس هادو اللي ما عندهمش ايواء، ما عندهمش ظروف حياه كريمه، داكشي باش كنقول بان هادشي ماشي كافي. حنا كمجتمع مدني بغينا المسؤولين يتحركوا، بغينا الدوله تشوف هاد الناس هادو، ضروري كاين حلول، ضروري غادي تكون يعني اللمسه ديالهم، وهذا ان شاء الله يعني بالمجهودات ديالنا، يعني واخا تكون شي حاجه قليله، ولكن المهم على اننا نوصلوا الرساله ديالنا ولا الكلمه ديالنا لهاد الناس هادو. بغيناهم يتحركوا معنا، بغينا هاد الناس هادو نشوفوهم في ظروف احسن، بغينا حلول لهاد الناس هادي. شنو السبب اللي خلاكم تخرجوا من كما قلت لك الظاهره في طنجه؟ يعني ما يمكنش تكون دايز في طنجه وما تشوفش هاد الناس هادو، دراري صغار كبار اللي ما عندهمش ايواء، سورتو في هاد البرد هذا، كيفاش حنايا مغطيين في ديورنا وكنحسوا بالبرد وكنحسوا بالجوع وكنحسوا بالقهره؟ هاد الناس هادو راه عايشين واحد الظروف اللي هي ظروف كبيره وكارثيه. كنتمنى على ان شاء الله على اننا كلنا نجتهدوا كمجتمع مدني ونفيقوا هاد الناس اللي هما مسؤولين على انهم يتحركوا، باسكو ما يعني هادشي كيشفي في الحقيقه كما كنقولوا بالدارجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.